الشيء الذي نوصي به المصلين هو الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك في مصلحتهم طبعا دائما، لأن في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا وانتقال العدوى وانتشارها، يجب التباعد قدر الإمكان داخل المسجد، عند الخروج، عند دخول المسجد، في الساحات العمومية، خارج المسجد. كما كذلك نحث أن كل مصلي يأتي بالقناع الواقي والسجادة والمعقم أو المطهر لكي يعقم يديه. طبعا إذا كان هناك التزام بهذه التدابير التي أقرتها الوزارة وأقرها مدير الشؤون الدينية والأوقاف، سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى هناك رفع للوباء بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء بإذن الله تبارك وتعالى.